السلام عليكم، أهلا بيكم في الجزء الثاني من سلسلة حلقات تعليم السباحة تحت الماء بشكل أفقي أو ما يعرف بالأندر ووتر. اتعرفنا في الجزء الأول على مستويات الطفو والمستوى المطلوب استخدامه. لو ما شفتش الجزء الأول ياريت ترجع لصفحتي الخاصة وتشوفه، لأنه هيساعدك ويسهل عليك إجادة المراحل القادمة. ودلوقتي نروح للجزء الثاني. الجزء الثاني هيكون بعنوان من ماذا تتكون سباحة الأندر ووتر. السباحة تحت الماء بشكل أفقي أو ما يعرف بالأندر ووتر تتكون من 4 مهارات. المهارة الأولى وضع الاختراق أو ما يعرف بوضع الاستقامة أو الستريم لاين. في المهارة الأولى هنتعرف ونتعلم وضعية الاستقامة الصحيحة وكيفية تجنب حدوث مقاومات مع توضيح الأخطاء الشائعة. ونروح للمهارة الثانية. المهارة الثانية ركلات القدم الدافعة أو ما يعرف بركلة البريست. هنتعرف في المهارة الثانية على كيفية تعلم التكنيك الصحيح لركلة البريست خارج الماء وداخلها، برضو مع توضيح الأخطاء الشائعة. المهارة الثالثة عدات الثبات. عدات الثبات عبارة عن وقت زمني ثابت تتوقف فيه تماما عن الحركة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الحركة الدافعة تحت الماء. ليس ذلك فقط، بل ولتجنب حدوث مقاومة الماء. وبرضو هنتعرف على الأخطاء الشائعة في المهارة دي. ونروح للمهارة الرابعة والأخيرة، وهي إزاحة الماء بالأيدي أو باليدين أو ما يعرف بالكاتش بريست. في المهارة الرابعة هنتعرف على التكنيك الصحيح لمهارة الكاتش بريست، وهنتعلم ما هي قوة الدفع الميكانيكية وكيفية تجنب مقاومة الماء في الحركة الرجوعية للكاتش، برضو مع توضيح الأخطاء الشائعة. برنامج التدريب عبارة عن التدريب على كل مهارة على حدة، وبمجرد تمام الإتقان للمهارة سوف ننتقل إلى المهارة التالية، وفي النهاية نقوم بعمل دمج بين المهارة والمهارة الأخرى. ودلوقتي وصلنا لنهاية الجزء الثاني. وانتظروني إن شاء الله الجزء الثالث من سلسلة حلقات تعليم سباحة الأندر ووتر. السلام عليكم.